يلعب ويعلق ضربة الرأس والتغطية، وادي هدف أول النيران الصديقة وهدف عكس، هدف للنادي الأهلي، ضربة البداية لأهداف اللقاء، هدف أول للنادي الأهلي في شباك نادي الإسماعيلي. هدف يلعب الركنية ترد مرة ثانية عدت، هدف ثاني للنادي الأهلي، هدف ثاني للنادي الأهلي، أبو الخير أبو الخير، وهدف ثاني للنادي الأهلي. لعبة العرضية الجميلة من أحمد عماد، وزي ما قلت لحضراتكم سلاح الكرات الثابتة، سلاح يلعب ويعلق، وادي ضربة الراس عبد الرحمن وابو الخير، ولكن كل الخير، هدف ثالث للنادي الأهلي من ركلة ركنية، صورة بالكربون يا حبيبي بالكربون، هدف ثالث للنادي الأهلي من ركلة ركنية، مرحوم فات راحت العرضية، لعبها عرضية، عدت مرت صوب سدد جول 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 جوه جول، هدف الرابع للنادي الاهلي، لعبها رأفت وعدى ومر وفات، العبها عرضيه ومكمل اللعبه عمر احمد اجوده علشان يضع هدف رابع للنادي الاهلي، واحرز عدد من الاهداف ميدو سامي، ميدو يصوب ويسدد، وادي هدف خامس للنادي الاهلي، هدف خامس للنادي الاهلي، ميدو سامي بالقدم اليسرى في الزاويه اليسرى للحارس عبد الرحمن ناصر، هدف خامس للنادي الاهلي. رافت خليل مش رافت، يلا رافت عدي، رافت يلعبها عرضيه، جول 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 جوه جول، هدف سادس للنادي الاهلي عن طريق لعب عبد الرحمن ممدوح، هدف سادس سداسيه للنادي الاهلي، ميدو سامي، ميدو لعبها طويله اتجاه عبد الرحمن، يلمس يا ولد، يلمس يا ولد يا ولد يا ولد، جول 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 جوه جول، هدف سابع للنادي الاهلي، قلت لك كلمه يا ولد، ولمسه لمسه جميله وبديعه من امام ومن فوق حارس المرمى، هدف سابع للنادي الاهلي، سباعيه للنادي الاهلي عن طريق لاعب عبد الرحمن ممدوح، حائط بشري من ثلاث لاعبين من فريق بيراميدز، وكوكا يلعب يعلق حط يا راجل، جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق المتخصص هاني عمرو في اجمل كوره اتلعبت مع بدايه شوط اللقاء الثاني، لعبت سريعه والكرات الثابته، كان لازم اقول هاني علشان يجيب الهدف الاول.